السلام عليكم، عدنا إليكم إذن من جديد. نستناو برك يطلع شوية عدد المشاهدات باش نبداو مع بعضنا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من فضلكم قبل ما نبداو اسيو هذا الوقت تبارطاجيو فيه لا فيديو صحاب قدروا يشوفوه باش تاني الناس تجيو، ولا اسيو تان فيديو صحابكم باش ماكسيموم يستفادوا الناس كامل من هذا لا فيديو. خلي شوية تطلع نسبة المشاهدة إلى 100 ولا، ونبدأ مع بعضنا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تتبعوا هذا التمرين من الأول إلى الآخر، لأنه حقيقة تمرين مهم فيما يخص التركيب الضوئي. أنا خليته غادي نخليه لكم في اليوتيوب باش تقدروا تعاودوه. الفيديو كامل نديرهم في البث، أنا نخليه لكم في اليوتيوب باش تقدروا تعاودوهم. فيما يخص دور الانترلوكين في المناعة، دور الانترلوكين هو تفرزه البالعة الكبيرة من أجل أن تحفز الالتيكات على التعرف، باش تجي الالتيكات تجي تتعرف على محدد المستضد. هذا دور الانترلوكين. واثنين هو دوره تحفيز الخلايا البي والالتيكات على التمايز و على التكاثر والتمايز. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نبدأ مع بعضنا. هذا نعتبر هذا تمرين مهم في ما يخص التركيب الضوئي، لأنه حقيقة فيه تقريبا فيه كل الأشياء اللي تدخل في التركيب الضوئي. أعطانا هذه الوثيقة. هذا رسم بالمجهر الإلكتروني، عفوا رسم بالمجهر، عطانا رسم بالمجهر لعضية، وعطانا رسم تخطيطي لنفس العضية. عطانا هنايا هذا سماه هنا العنصر الصاد، عطانا هنا في رسم تخطيطي مبسط، وعطانا عليها البيانات. قال لك هذه شوشة، قال لك في السند قال لك تقوم الكائنات بتحويل الطاقة من صورة إلى أخرى. معناها الكائنات هذه اللي غادي ندرسوها تقوم بتحويل الطاقة من صورة إلى أخرى بفضل وجود عضيات عالية التخصص كما تظهره الوثيقة. قال لك هذه تستطيع، هذه الكائنات تستطيع تحول الطاقة من شكل إلى آخر في وجود عضيات عالية التخصص. الآن حابين نعرفوا هذه العضيات عالية التخصص. ما دام عطينا البيانات، قال لك حاجه الاولى، قال لك تعرف على العضيه المدروسه. قال لك تعرف على العضيه المدروسه، كيكون العضيه دائما تكون عندها امتدادات هكا، عندها امتدادات عرضيه، مش عندها امتدادات طوليه، مش عندها امتدادات عرضيه ماشي طوليه، عندها امتدادات عرضيه. هذه هي الصانعه الخضراء، هذه سموها الصانعه الخضراء، لانه اما فيما يخص التركيب الضوئي تكون امتدادات، هذه امتدادات طوليه، لاحظوا امتدادات للطول، هذه امتدادات عرضيه. اذا هذه نقولها الصانعه الخضراء. اذا العضيه هي الصانعه الخضراء. هذا السؤال الاول، واحد، العضيه هي الصانعه الخضراء. هذه هي العضية. هذه هي العضية. الآن يرجع أعطيني البيانات المرقمة. في البيانات المرقمة شو مش أعطاكم هذه الدائرة، هذه هنايا موجودة الداخل.
قال لك بلي هذا الان غيجي الدائره هذه هنا، وهذه العضيه اللي سماها لكم هو اللي سم العنصر اللي سماها لكم سين، قال لك بلي هذه هي ومجد طاحكم كيما هكا. ها هذا هذا هو اللي سماها لكم سين. العنصر صار تشوفوا وين حطها لكم، عطاكم في الفراغ، عطاكم اثنين، هذا يدخل للعنصر سين يتحول الى ثلاثه، وعطاكم هذا الاربعه يدخل الى العنصر صار يتحول الى خمسه. الان نبداو مع البيانات، نبداو نديرو العناصر هذه باش نعرفوا البيانات. الان العناصر، العناصر عندنا العنصر سي هو الكويسات، اسف على الانقطاع، اسف على الانقطاع. اذا شوفوا عطانا هذا العنصر سين، العنصر سين هو الكويسات، باسكو حنا نعرفوا بلي التلاقيات تكون مرتبطه مع بعضها بشكل كويس او بشكل قرارة، معناها العنصر سين نقولوا الكويسات او القرارة او مجموعه من او مجموعه من التلاقيات او مجموعه من التلاقيات. العنصر صاد هو الحشوة، العنصر صاد هو الحشوة، العنصر سين هي الكويسات، العنصر صاد هي الحشوة. الآن مادام عرفنا العنصر سين هو الكويسات ولا هي مجموعة من التلاقيات، والعنصر صاد هو الحشوة، على بالنا بلي الكويسات هذه الكويسات هي مجموعة من التلاقيات. التلاقيات قلنا على مستوى الغشاء تاعها موجود النظام الضوئي الذي يحتوي نظاما ضوئيا الذي لدان يقومان بامتصاص الضوء. اذا هذا اللي جاي لنا الواحد هذا هو عبارة عن واش؟ عبارة عن ضوء واحد نقولوا هو الفوتونات، الفوتونات واحد هي الفوتونات، باسكو راهي رايحه للتلاقيده المتواجده على مستوى الجرانه او على مستوى الحشوه. الان اثنين حنا نعرفوا باللي العنصر التلاقيدات هذه واش دير؟ التلاقيدات هذه تقوم بتحليل الماء وتحويله الى ماذا؟ الى اكسجين وهيدروجين، تقوم بانتزاع الالكترونات تاع الماء وتفكيكه الى اكسجين وهيدروجين. اذا العنصر هذا اللي داخل اثنين هو الماء، اثنين هو الماء، باسكو على بالنا بلي التلاقيدة هذه في الاخر تاعها تستهلك الماء، تقوم بأكسدة الماء. الآن كي تأكسد من الماء واش تحولها لنا؟ ثلاثة هذه هي واش؟ هي أكسجين، تقدروا تزيدوا ديروا هكا تاني بروتون اتش دو، باسكو هي أكسجين وبروتون. إلا درتو الأكسجين كافي، إلا درتو الأكسجين وبروتون تاني راكم في الصحاح. الآن نروحوا للعنصر سين، قلنا العنصر سين هو العنصر صاد عفوا هو الحشوة، الحشوة على بالنا باللي واش دير؟ تقوم باستهلاك السي او 2، باسكو على بالنا على مستوى الحشوة يتم تثبيت السي او 2، واش يعطينا؟ يعطينا الجلوكوز. إذا الأربعة هو السي او 2 والخمسة هو الجلوكوز اللي هو سي 6 اتش 12 او 6. الآن هل البيانات هذه واضحة؟ الآن هل البيانات هذه واضحة؟ طب نحاول كيفاش
الارايت بان صبر شويه. الان هل راهي تبان شويه صبوره؟ شوفوا غادي نعاودوا مع بعضنا. شوفوا احنا عطانا زوج عناصر، العنصر س والعنصر ص، وحنا عرفنا بلي هذه هي الصانعه الخضراء. حنا عرفنا بلي الصانعه الخضراء عندنا مرحله كيميو حيويه، الكيميو ضوئيه تحدث على مستوى الغشاء تاع التلاقويده، والمرحله الكيميو حيويه تحدث على مستوى الحشوه. الان هو عطاك قالك تعرف على الصانعه، تعرفنا على العضويه هي الصانعه الخضراء. الان عطانا العنصر س، ها هو العنصر س والعنصر ص. العنصر س عطاه لنا كيما هكا، عطانا هادو كيما هكا ودانا كيما هكا، وقال لك هذا هو العنصر س. عنصر س هذا هو جرانا، ولا هذا هو جرانا. جرانا هو عباره عن ماذا؟ هو عباره عن مجموعه من الكويسات، اللي هي عباره عن مجموعه من واش؟ من التلاقويدات. هذا هو عباره عن مجموعه من التلاقويدات. دالك الضوء، دالك هذا العنصر واحد داخل هنا في التلاقويده هذه، ودالك العنصر اثنين هكا والعنصر ثلاثة هكا، معناها العنصر اثنين داخل التلاقويدة يعطيك العنصر ثلاثة. الآن في البيانات كيما نكتبوا البيانات، قلنا العنصر س هذا هو الكويسات، العنصر واحد هذا نعرفوا حنا باللي الحاجة اللي تستقبلها التلاقويدة هو الضوء، باسكو عندها الأنظمة الضوئية تستقبلنا الضوء. إذا الواحد هذا هو عبارة عن فوتونات تاع الضوء. اثنين قلنا هذاك الضوء، في وجود الضوء واش يصير؟ يحدث تحلل للماء أو أكسدة الماء. هذا اثنين هو الماء، باسكو اثنين تعطينا ثلاثة. كي يحدث التحلل تاع الماء واش يعطينا؟ يعطينا الأكسجين، ثلاثة هي الأكسجين. الآن نروحوا للعنصر الصاد، عطاك العنصر الصاد اللي هو الحشوة. حنا على بالنا بلي العنصر الصاد، على مستوى العنصر الصاد يتم تثبيت CO2، يتم تثبيت CO2 وتحويله إلى ماذا؟ وفق سلسلة من التفاعلات وتحويله إلى الجلوكوز. إذا أربعة هذا هو CO2، وخمسة هو C6H12O6 اللي هو الجلوكوز. الآن هذا فيما يخص العناصر، فيما يخص السؤال الأول، سواء العناصر سواء العضية. هل الأمر واضح إلى حد الآن؟ ستروما هي الحشوة، نقولها ستروما ولا نقولها حشوة؟ نقولوا مادة أساسية ولا نقولوا الحشوة ولا نقولوا ستروما؟ أي كيف كيف، غير كيف كيف. الجرانا الجرانا هي نفسها الكويسات، تقولوش هيولة، لا معليش، في المرة القادمة نحاول نديرو في الورقة. الآن نروحو، قال لك هو بالمرقمة بالأحرف محددة نوع التحول الطاقوي الحادث. الآن ما هو التحول الطاقوي اللي حدثنا هنا؟ التحول الطاقوي هو تحويل الطاقة
ضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة أو ما يسمى بالتركيب الضوئي. إذا تقولها التحول الطاقوي اللي حدثنا هنايا، التحول الطاقوي نحاول نكتب به اللون الأحمر، تقولها التحول الطاقوي هو تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كاملة، إلى طاقة كيميائية عفوا إلى طاقة كاملة، ماشي طاقة كيميائية، إلى طاقة كاملة في الروابط، إلى طاقة كاملة في الروابط. نبدأ له التركيب الضوئي. هذا إلى هنا نكون قد انتهينا من السؤال الأول. الآن رأيت بالكم الآخر مليح. الآن نروحوا إلى السؤال الثاني، واللي هو السؤال المهم اللي نتمنى تتبعوني فيه. السؤال الثاني واش قال لك؟ قال لك أنجز رسما تخطيطيا توضح فيه التكامل بين التفاعلات الحاصلة في العنصر س والحاصلة في العنصر ص، مدعما إجابتك بمعادلة إجمالية في كل عنصر. الآن واش طلب منك هذا؟ قال لك أعطيني رسم تخطيطي، هذا وظيفي، رسم تخطيطي وظيفي تبين لي فيه التفاعلات اللي غادي تحدث في المرحله الاولى، تكامل بين التفاعلات تاع المرحله الكيميائيه والمرحله الكيميائيه، وتعطيني المعادله تاع المرحله الكيميائيه والمعادله تاع المرحله الكيميائيه. هذا هو السؤال المهم لكم نتوما اللي لازم تعرفوه، واش هو التكامل، كيفاش ديروا رسم تخطيطي وظيفي للمرحله الكيميائيه مع المرحله الكيميائيه، وديروا التكامل بيناتهم وديروا المعادله تاع كل وحده فيهم. تبعوا معايا باش تقدروا تفهموا مليح. خمسة هي الجلوكوز. إذا نبدأ، شوفوا انتوا واش ديروا رسم لي وظيفي، رسم تخطيطي وظيفي. رسم تخطيطي وظيفي غادي نرسمو فيه المرحلة الكيميائية اللي تحدث على مستوى غشاء الهيولة، على مستوى غشاء عفوا التلك البيضاء، ونديرو كذلك حلقة كلبن اللي تحدث على مستوى الحشوة، اللي تحدث على مستوى الحشوة أو ستروما أو المادة الأساسية. إذا ثم دائما نرسمو هذه هاي، هذا هو الغشاء، في الغشاء هنا واش ديروا؟ ديروا هنا التجويف، لازم تكتبوا كلمة التجويف هنايا وتكتبوا هنايا الحشوة، تقدروا تكتبوا الحشوة، تقدروا تكتبوا ستروما، تقدروا تكتبوا مادة أساسية، المهم ما تكتبليش هيولة. نروحوا على مستوى الغشاء، على مستوى غشاء التلك البيضاء، واش نديرو؟ نديرو العناصر اللي موجودة عندنا، عندنا الـ PS2، عندنا الـ T1، T2، T3، ومن بعد عندنا الـ PS1، ومن بعد عندنا الـ T1 بريم، T2 بريم، ومن بعد عندنا الكورية المذنبة،
فيما يخص المرحلة الكيميو حيوية. ديلا هنايا ديلا هذه تكتب لها مرحلة كيميو حيوية. على مستوى المرحلة الكيميو حيوية واش قلنا؟ قلنا يكون عندنا فوتونات، فوتون هكا، وهنا عندنا واش؟ أكسدة الماء، بوجود الضوء يتأكسد الماء. الآن قداه من جزيئة باش نحطو في الرسم الوظيفي هذا؟ قداه نحطو من جزيئة؟ حنا على بالنا بلي في المعادلة النهائية، كي غادي يجي المعادلة النهائية غادي يحط لكم 12 اش 2 او، تفكروا معايا، هنا عندنا 12 جزيئة تاع الاش 2 او، 12 جزيئة تاع الاش 2 او، قداه تعطينا؟ تعطينا 6 او 2، الناتج تاعها 6 او 2 زائد 24 اش 2. زائد عفوا زائد 24 اش بلس، 24 اش بلس، هذا فيما يخص أكسدة الماء. الآن هذه الإلكترونات أكسدة الماء غادي تمشي من تي اس ان للتي ان، على مستوى التي ان واش غادي يجي؟ باش يتأكسد من التي ان لازم له الاش بلس، معناها هنا كي غادي تفوت الإلكترونات الناتجة من 12 اش 2 او لازم لنا 24 اش بلس. 24 اش بلس هذه تجي من تي ان تدخل هنايا، على مستوى الدي تو تدخل 24 اش بلس للحشوة، للتجويف، من الحشوة تدخل للتجويف عبر تي دو، بعد ذلك تمشي الالكترونات للتي تروا، ثم تمشي للبي اس ان، البي اس ان كذلك عندنا الفوتونات، ثم تمشي من البي اس ان تمشي للتي ان بريم، ثم الالكترونات للتي دو بريم، ثم تقوم بالخروج الى واش؟ الالكترونات هذه تخرج الى تخرج الالكترونات الى الحشوه او استروما او الماده الاساسيه. الان عندنا هذا البروتونات، لاحظوا كل ما تحلل لنا الماء تعطينا بروتونات، كل ما فات الالكترونات عبر النظام الضوئي تعطينا كذلك بروتونات. هذه البروتونات اللي تدخل من التجويف وناتجة عن أكسدة الماء واش دينا؟ دينا فرق في الكموم بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي، بحيث يصبح الوسط الداخلي حامضي مقارنة بالوسط الخارجي، وما هذا ما نسميه بفرق التدرج. شو كيفاش تسمو فرق التدرج؟ هذه لازم تكون في الرسم الوظيفي، هذا المثلث، المثلث هذا اللي يعطينا باللي فرق في التدرج، باللي عندنا البروتونات على مستوى التجويف أصبح أكثر من البروتونات على مستوى الحشوة، تركيز على البروتونات على مستوى التجويف أصبح أكثر من تركيز البروتونات على مستوى الحشوة، لهذا نديرو هذا المثلث، لهذا نديرو هذا المثلث. الآن لحد الآن الأمر واضح فيما يخص المرحلة الكيميو ضوئية، أمر واضح لحد الآن. الأمر واضح لحد الآن. اوكي نعم، شوفوا قلنا عندنا عناصر على مستوى غشاء التلاكويدا، شوفوا واش كتبوا نتوما في الرسم تاعكم، ديروا غشاء التلاكويدا، ديروا التجويف، ديروا الحشوه او الماده الاساسيه والاستروما، تروحوا ترسموا العناصر موجوده على العناصر الاساسيه تاع غشاء التلاكويدا. العناصر الاساسيه عندنا البي اس 2 نظام ضوئي بي اس 2، عندنا تي ان تي 2 تي 3، بعد البي اس ان نظام ضوئي بي اس ان، عندنا تي ان بريم تي 2 بريم والكوريه المذنبه. حنا على بالنا بلي كي يجي الضوء على مستوى البي اس ان تحدث ماذا؟ تحدث أكسدة الماء. حنا على بالنا بلي أكسدة الماء في المعادله النهائيه، من بعد كي غادي نديروا المعادله النهائيه تشوفوا كي تكون 12 اش 2 او هنا مباشره، من بعد كي غادي نديروا المعادله النهائيه تفهموا علاش جبنا 12 اش 2 او، نجيو نكتبوا 12 جزيئه تاع الاش 2 او،
12 جزيء اكيد تاكسد هذه شحال تعطينا؟ تعطينا 6 اودر باسكو علاه 12 او 12 او 12 او ما نجموش نكتبوها 12 او نكتبوها 6 او 2 باسكو الاكسجين ثنائي نكتبوها 6 او 2 اذا عندنا 6 او 2 زائد ماذا تعطينا؟ تعطينا 24 اش عندنا 12 اش 2 هي 24 اش بلس باسكو هنا جزيئات الهيدروجين غادي تكون منفرده غادي تكون عباره عن بروتونات تعطينا 24 اش بلس هذا فيما يخص اكسده الماء الان البروتونات هذه والبروتونات تروح من بي اس تروح للبي اس 2 بروتونات البي اس 2 تروح للتي ان باش يتم ارجاع التي ان قلنا التي ان عندنا التي ان باش يتم ارجاعه لازم تكون عندنا اش 2 او هاد الاثنين تاع الاش مين غادي يجيبهم غادي يجيبهم من الحشوه كل ما يفوت 2 الكترون يجيب لنا لازم له 2 بروتون الان عندنا 12 الكترون قد عندنا 24 الكترون قد لازم له 24 بروتون عندنا غادي تفوت 24 الكترون لنا لازم له 24 بروتون باش ترجع لنا التي ان هذا 24 بروتون ترجع لنا التي ان بعد في التي 2 هل التجويف تدخل الى التجويف تي لاكويدا مما يؤدي الى ماذا البروتونات الناتجه عن تحلل الماء اضافه الى البروتونات الناتجه التي تدخل عبر التجويف تدخل من الحشوه الى التجويف عبر التي 2 تؤدي الى ماذا تؤدي الى تراكم البروتونات في التجويف الان الالكترونات هذه تبدا تمشي على مستوى البي اس 2 من بعد التي ان بعد التي 2 من بعد الالكترونات هذه وين تروح تخرج الالكترونات كي تلحق التي ان بريم كي تلحق التي 2 عفوا بريم تخرج الى الحشوه هذه الالكترونات خرجت الى الحشوه الان نرجعوا للبروتونات البروتونات قلنا مادام قلنا غادي يزيد تركيز البروتونات في الوسط الداخلي يزيد التراكم تاع البروتونات في الوسط الداخلي مما يؤدي الى ماذا الى حدوث تدرج في التركيز واش معناتها تدرج في التركيز اللي نمثلها بهذا المثلث بيكون القاعده تاع المثلث تكون نحو التجويف والراس تاع المثلث هذا يكون نحو الخارج اذا واش معنى التدرج في التركيز هذا معناها يولي الوسط الداخلي حامل عدد الجزيئات يولي عدد البروتونات في الداخل اكبر من عدد تركيز البروتونات في الداخل اكبر من تركيز البروتونات في الحشوه تركيز البروتونات تاع التجويف يولي اكبر من تركيز البروتونات تاع الحشوه وبالتالي هذا ما نقصد به بالتدرج في التركيز كي يولي عدد البروتونات هذا في الحشوه اكبر من عدد البروتونات في التجويف اكبر من عدد البروتونات في الحشوه يولي عندنا تدرج في التركيز تدرج في التركيز هذا يؤدي الى ماذا يؤدي الى خروج البروتونات عبر التجويف تخرج لنا تؤدي الى خروج البروتونات عبر الكريه المذنبه تخرج البروتونات هذه عبر الكريه المذنبه كيصرى لنا تدرج في التركيز يخرج البروتونات عبر الكريه المذنبه الان الالكترونات هذه هي 24 الكترون و 24 بروتون واش غادي يصرى لهم على مستوى يجي ان دي بي بلس هذا هو مستقبل الالكترونات الطبيعي مستقبل الالكترونات والبروتونات الطبيعي يجي يدي لنا هادو يستقبلنا 24 الكترون 24 بروتون ويحول روحها الى ماذا حول روحها الى هنا عندنا 12 نادي بي بلس حول روحها الى 12 جزيئه تاعنا دي بي اش اش بلس يتحول لنا 12 ناد الى نادي بي اش اش بلس المرور تاع هاد البروتونات منا اش غادي يعطينا انرجي يعطينا طاقه المرور تاع البروتونات عبر الكريه المذنبه يؤدي الى تحرير طاقه هاد الطاقه واش غادي دير هاد الطاقه تحول لنا الاي بي بلس البي اي الى ا تي بي تقوم هذه الطاقة بفصفرة الـ ADP والـ PE إلى ATP إلى ATP هنا كذلك عندنا 18 ADP زائد 18 PE تعطينا 18 ATP إذا هذا فيما يخص
المرحلة الكيميو فيما يخص المرحلة الكيميوضوئية. الآن مفهوم هذا 18 اللي قلت لك هذه تاع المعادلة، ذاك من بعد كي يجيو المعادلة تعرف باللي تعرف كيفاش جات 18. تبعوا معايا فقط، تبعوا معايا وكتبوا الأرقام كيما راهي من بعد تفهموا. مفهوم؟ مفهوم لحد الآن؟ لا، الإلكترونات ما يخرجوش من الكرة المذنبة، الإلكترونات يخرجوا من غشاء البروتونات، هما اللي يخرجوا من الكرة المذنبة. مفهوم لحد الآن؟ دوك نجي المعادلة اللي عندها مشكلة في الأعداد، دوك نجي المعادلة يلقاها. شوفوا دائما دائما الماء عندنا 12 جزيئة تاع الماء، دائما كتبوا 12 جزيئة تاع الماء، 12 جزيئة تاع الماء عندنا هكا 12 H2O. هذه عملية تاع كيمياء ماشي متعلقة كاع بالعلوم الطبيعية. 12 نضربوها في 2 قداه تعطينا من H؟ تعطينا 24 H. هذا علاه كتبت 24 بروتون. الآن الأو عندنا 12 أو، ما نجموش نكتبو 12 أو، نروحو نكتبو 6 O2. باسكو علاه 6 O2، هذه نضربوها في هذه تعطينا نفس هذه 12 أو. هذه فيما يخص على داسكي ماركة. الآن حنا نعرفو بلي تي أن بلوس بلوس زايد 2 إلكترون زايد 2 بروتون يعطينا تي اه اش 2. على هذا، على هذا قلنا بلي انه الالكترونات اللي غادي تفوت منا يعني تحتاج 24 بروتون على مستوى التي ان بلو تي ان. تدخل هذه 24 بروتون تقوم بتحويل تي ان، هذه تحولها لهذا، ومن بعد كي تاكسد التي ان البروتونات هذيك وين تروح؟ تروح للتي 2، تدخل الى التجويف، تدخل الى التجويف. لاحظوا البروتونات هذه دخلت من الحشوه وراحت الى التجويف، دخلت على مستوى التي ان، وعلى على مستوى التي ان جات الى الغشاء، غشاء التيراكويدا. على مستوى التي 2 دخلت الى التجويف. الان البروتونات هذه اللي قعدت هنا اللي جاتنا من الماء، والبروتونات اللي دخلت من التي 2 تؤدي الى حدوث ماذا؟ تؤدي الى حدوث تدرج في التركيز، تدرج في التركيز. واش معناها تدرج في التركيز؟ معناها التركيز تاع البروتونات على مستوى الحشو، على مستوى التجويف يكون اكثر من تركيز البروتونات على مستوى الحشوه، وبالتالي يكون الوسط يكون تجويف حامضي مقارنه ب الحشوه. لهذا كي يولي هذا حامضي مقارنه بالحشوه نديرو يولي البروتونات هذه تخرج عبر الكرية المذنبة. خروج البروتونات عبر الكرية المذنبة يؤدي إلى تحرير الطاقة، هذه الطاقة تستعملها الـ ATP، تستعملها الكرية المذنبة اللي هي عبارة عن ATP سنتاز، تستعملها في فسفرة الـ ATP وتحويله إلى ATP. ومن بعد هذه البروتونات اللي تخرج مع الإلكترونات اللي خرجت من الغشاء يستقبلها النار NADP ويحولها الى NADP HH بلس، يرجع نفسه الى NADP HH بلس بالاضافه الى الالكترونات. الان من نواتج المرحله هذه عندنا 6 CO2، نواتج المرحله هذه عندنا 6 CO2، عندنا 12 NADP بلس، عندنا 12 NADP HH بلس، عندنا 18 ATP. هذه نواتج تاع المرحله الكيميو حيويه. الان كنروحوا ل هذه نواتج تاع مرحلة كيميو حيوية، وكنروحو الآن للمتفاعلات. متفاعلات عندنا هاي 12 H2O، 12 H2O واش تعطينا؟ 12 H2O 12
نادي بي بلس هذا متفاعل 12 ادي بي و 18 ادي بي و 18 بي اي. كون نبغوا نكتبوا المعادله العامه للمرحله الكيميو حيويه واش نكتبوا؟ نكتبوا هكا 12 اتش 2 او هذه هي المعادله العامه 12 اتش 2 او زائد 12 نادي بي بلس زائد 18 ا دي بي زائد 18 بي اي. نديرو هكا سهم وتكملوا ديروا سهم وتكملوا شنو تعطينا؟ تعطينا 6 او 2 زائد 12 نادي بي اش اش بلس زائد 18 ا تي بي. اذا هذه هي المعادله العامه للمرحله الكيميو ضوئيه. مفهوم الامر هذا؟ هذه هي المعادله العامه للمرحله الكيميو ضوئيه. خوله ماشي 24 بروتون ما تحولش ل 18. 24 بروتون هذه كي خرجت حرت لنا طاقه، هذيك الطاقه كافيه لتحويل لفسفات 18 ادي بي الى 18 ا تي بي، ماشي تحولت 24 صاي 24 راه داها نادي بي اش، راه داها نادي بي حول رجع روحها لنادي بي اش اش بلس. سي بون دينا واش هو الجواب تاع واش هو السؤال تاعك؟ دينا واش هو السؤال تاعك؟ تدخل من تي 2 باسكو هذا هو الممر تاعها الحقيقي. البروتونات هذيك كي تمشي من تي 1 لتي 2 لازم تدخل للتجويف، فهمها كيما هكا. الكترونات ما تخرجش من الكريه المذنبه، شوفي في الرسم اسكوني ديال الالكترونات تخرج من الكريه المذنبه ولا لا. الكترونات هذه تخرج من الغشاء، الكترونات تخرج من الغشاء. البروتونات هي تخرج من الكريه المذنبه، تخرج لنا 24 بروتون من الكريه المذنبه، تحرر لنا طاقه، هذيك الطاقه كافيه لفسفره 18 ا دي بي بلس 18 بي اي، تحولها لنا 18 ا تي بي. و24 بروتون هذيك و24 الكترون هذيك يستقبلها من نادي بي بلس باش يرجع لها نادي بي اش اش بلس. سي بون نكملوا. الناس هاد تسقسي فيها على نخدمو ب 12 اش 2 او. يا جماعة فهموني، ماما موركم قارين ديجا التركيب الضوئي. حنا على بالنا بلي في حلقة كالفين قدا نحتاجو من ا تي بي، في حلقة كالفين قدا نحتاجو من ا تي بي، نحتاجو 18 ا تي بي في حلقة كالفين، نحتاجو 18 ا تي بي قدا نحتاجو من نادي بي اش اش بلس، نحتاجو 12 نادي بي اش اش بلس. باش يكون عندنا 12 نادي بي اش اش بلس هادي و 18 ا تي بي لازم تكون عندنا 12 جزيئة تاع ما، لازم يتم اكسدت 12 جزيئة تاع ما باش تعطينا هذا الناتج تاع 18 ا تي بي و 12 نادي بي اش اش بلس. فهمتوا على ندو 12 جزيئة تاع ما؟ فهمتوا هذوك على ندو 12 جزيئة تاع ما؟ باسكو الناتج تاع اكسدت 12 جزيئة تاع ما يعطينا 18 ا تي بي ويعطينا 12 نادي بي اش اش بلس. سي بون فهمتوا الان على ندو 12؟ الان هذه كي تدينا هذه المعادلة باسكو 12 جزيئة تاع ما غادي تعطينا 12 نادي بي اش اش بلس، ونادي بي اش اش بلس هذه 12 هي اللي غادي نستعملوها في ماذا؟ في المرحلة الكيميو حيوية، ونحتاجو 18 ا تي بي في المرحلة الكيميو حيوية. الآن كملنا مع المرحلة الكيميو
ضوئيه، كتبنا المعادله تاعها، نروحوا للمرحله الكيميائيه والحيويه ونديروا حلقه كالفن باش نكملوا الرسم التخطيطي تاعنا، الرسم التخطيطي الوظيفي. الان على مستوى حلقه كالفن واش عندنا؟ عندنا اول حاجه اللي هي الريديب، هذا مركب الريديب اللي هو ثنائي الفوسفور الريديب. سي بون دوك تفهموا على 18 ان اي تي بي ماشي 12 ان اي تي بي، دوك تفهموا، دوك تفهموا على 18 ان اي تي بي. اذا عندنا 12 ريديب، عندنا هذا الريديب عفوا، الان عندنا جزيئات تاع الريديب. هذا الريديب هو ثنائي الفوسفور. هذا الريديب يقوم بماذا؟ يقوم بتثبيت 6CO2، يقوم بتثبيت 6CO2. واش معناتها تثبيت؟ معناها يرتبط مع 6 جزيئات تاع CO2. هذا واش معناها تثبيت؟ يرتبط ب 6 جزيئات للCO2، يتحول الى واش؟ يعطينا 12 جزيئات يعطينا 12 جزيئات ABG. الABG هذا هو احادي الفوسفور، فوسفور هو احادي، هنا كان ثنائي الفوسفور كيرتبط مع CO2 ولا احادي الفوسفور. الان هذه 12 تتحول الى 12 ا دي بي جي. باش تحولنا الى 12 ا دي بي جي واش لازمنا؟ لازمنا الار تي بي، لازمنا 12 ا تي بي. هذا الار تي بي اللي جبناه هنا لازم تجي هنايا 12 ا تي بي، تتحول الى 12 ا دي بي، وتعطينا 12 ا دي بي جي، تعطينا 12 ا دي بي جي. هذا فيما يخص هاي عندنا 12 جزيئات ATP، عندنا 12 جزيئات ATP تعطينا 12 ADP. معناها هنا واش دينا؟ دينا 12 ADP باش حولنا هذا ABG الى ADPG، ومن بعد هذا ADPG واش يتحول؟ يتحولنا الى 12 بيغال. باش تحولنا الى 12 بيغال واش لازمنا؟ عفوا نظن لي تجي هذه 12 ا دي بي، هذه 12 نا دي بي اش اش بلس، نا دي بي اش اش بلس اللي هي 12 تتحول الى 12 نا دي بي بلس